اهلا بيكم معانا مره تانية او تالتة او رابعه ايا كان في برنامجكم التاسع. بصوا بقى، احنا قاعدين بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي على مساله المشاركه ما بين القطاع الخاص وما بين الدوله. طيب اذا لازم ناخد وجهه نظر القطاع الخاص ولازم نفهم يعني ايه قطاع خاص الى اخره. خلونا الاول نرحب بضيفنا العزيز دكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار الدولي وايضا رئيس مجلس اداره رجال الاعمال المصريين الافارقه. منورنا دكتور. منوره. ازاي الحال؟ اهلا وسهلا. خليني الاول هبدا بتعريف يبدو للبعض ان كلنا فاهمينه، ولكن للقله هم اللي فاهمين يعني ايه كلمة قطاع خاص. مين هو القطاع الخاص؟ طب في البداية طبعا انا بشكرك وبحييك طبعا على البرنامج وعلى اللي بنقدمه لمصر، ويمكن انا بشكر مصر وبأثمن ما تجري قيادة سياسية من مؤتمر اقتصادي، ربما حالة حوار وحالة حوار اعلامي وحالة حوار مجتمعي جيدة جدا. انا سعيد جدا باللي بيحصل في مصر جدا جدا جدا، والمشاركات والحوار تحت اي بدل من البرود هو حوار جيد سوف يعني يؤكد الى نتائج جيدة ان شاء الله بإذن الله. انا دائما ابدا بنتكلم وبنتكلم كتير على مشاركة القطاع الخاص والقطاع الخاص والقطاع الخاص. احنا يمكن في اوراق العمل عايزين نقول القطاع الخاص شارك بنسبة كام على مدار سنوات طويلة، والقطاع الخاص اللي هو اصحاب المشروعات المشاركة في الغير بعيدة عن الحكومة، اللي هو مجتمع المال والاعمال، اللي هو المجتمع الذي يشارك برأس ماله في مشروعات سواء صناعية او زراعية او تجارية او خدمية. وده مجتمع القطاع الخاص موجود في كل دولة في العالم، مشاركة القطاع الخاص، وموجود قطاع خاص بيشارك في المشروعات الخاصة اللي هي فلوسه او امواله او استثماراته او مدخراته الخاصة اللي بيستثمرها بشكل مباشر او شكل غير مباشر. حلو جدا، ده تعريفه. لكن هنا عايزين نتكلم في حتة مهمة جدا. احنا بنتكلم في اكتر من جلسة على القطاع الخاص ودوره والمشاركة، والدولة ترحب دائما. على فكرة انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، من خلال متابعاتي لجلسات هذا المؤتمر هناك دعوات في معظم الجلسات لمشاركة القطاع الخاص، ولكن عشان اذكر السادة اللي بتابعونا دي مش اول مرة السيد الرئيس دعا القطاع الخاص في اكتر من محفل في افتتاح اكتر من مشروعات. صحيح. للقطاع الخاص، فالدعوة قائمة لمدة 8 سنوات. لكن خليني اوضح نقطة. لما ابتدينا الدولة تبدأ بعد عام 2014 كان هناك مشروعات كبيرة وعملاقة لإعادة شبابية الدولة وقدرة الدولة الاقتصادية لا يستطيع أي قطاع خاص أن يدخل عليها، لا من الشق الإجرائي ولا من الشق التنفيذي ولا من التراخيص. يعني ما فيش حد كان يقدر يفتح طريق أو ياخد تراخيص طريق وعشان يقدر يخلصه في أسبوع أو في اتنين حتى لو كان يملك رأس مال. فكان لابد أن تدخل الدولة لمشاريع البنية التحتية حتى تهيئ البلد لإعادة دخول القطاع الخاص بشكل يتناسب مع حجم القطاع الخاص المصري. حجم القطاع الخاص المصري ما هوش الحجم التريليوني اللي يقدر يدخل في مشروعات قومية كبرى عملاقة. لكن ما أثير حول عدم مشاركة القطاع الخاص وعدم وجود القطاع الخاص لم يكن يعني يجسد الحقيقة الواقعة على أرض الواقع. أرض الواقع كانت بتقول لازم الطاقة، مشاريع الطاقة العملاقة، مشروع ب 12 مليار مثلا، مين القطاع الخاص كان يقدر يخش يشتغل فيه؟ كان لكن الدولة انتهجت نموذج لدخول القطاع الخاص ولكن من الباطن. يعني الدولة تخش تاخد المشروع العملاق عشان تعرف تعمله الطاقة، يعني المشاريع اللي اتعملت في مصر اللي كان عندها عجز طاقة وتحولت إلى الآن إلى دولة عندها وفر طاقة. مشاريع الغاز لابد أن تستعين بشركات، ودخلت الشركات مع الحكومة. يعني اللي حفروا، هندي مثال مهم جدا السادة المشاهدين يبقوا عارفينه، هو 76 كيلومتر اللي حفروا في سنة، هل الدولة اللي حفرتهم؟ القطاع الخاص عمل تحت مظلة الدولة. لكن الصيغة الإعلامية اللي تبناها البعض بشكل أو بآخر أن القطاع الخاص غير مشارك ونسب مشاركة القطاع الخاص، لم تكن هناك المساحة واسعة أن يدخل القطاع الخاص يشارك. الآن أصبح الجو والأجواء استقرار سياسي، الإرهاب تم القضاء عليه واستبدل بالتنمية، المعدلات ومؤشرات التنمية بدأت تكون إلى حد كبير قبل لدخول القطاع الخاص. الدولة بدأت تقول المشروعات اللي أنا عملتها في 4 سنين تعالوا من خلال وثيقة سياسات للملكية تدخل للقطاع الخاص. وهنا القطاع الخاص بقى نيجي نتكلم عليه، هو هل أنت جاهز؟ هل ستقبل بمعدلات ربحية عالمية ولا ما زلت مصر كما ترعرعت على 300 و400%؟ حلو الكلام. هل انت داخل علشان خاطر انا وانت نحافظ على المال العام، نحن امناء عليه، الحكومات امناء على المال العام، ولا انت داخل عايز تخش بمعادلتك انت وبطريقتك انت وبما ترعرعت عليه في 40-50 سنة؟ المعادلة العالمية الاقتصادية مختلفة. الان العالم ما عادش فيه مكسب ب400% و500%، ما عادش فيه ارض ببلاش، ما عادش فيه كهرباء ببلاش، ما عادش فيه ماء ببلاش وتديني دور عشان اشغل لك 200 300 واحد، لا ده
سوشيال احسن، ادفع لهم ضمان اجتماعي افضل. اذا المعادله لابد ان تكون من الطرفين، الدوله عملت طرح لحوار مجتمعي، حوار وطني، مطب اقتصادي، وطرحت فيه وثيقه سياسات، وطرحت في الغرفتين التشريعيتين وثيقه سياسات حتى يتم مناقشتها، حتى يتم اخذ كل الاراء، الى ان وصلت لمرحله الان هناك بورتال، هناك ويب سايت بموقع الكتروني لمشاركه مصر كلها في كل الاراء. هنا اول مره نشاهد في مصر هذا الحراك المجتمعي والتواصل الجيد والتواصل المستمر. لكن كل اطراف المعادله لازم يعرف له والعليه. القطاع الخاص يعرف، انت شاركت كقطاع خاص ما قبل 2010 ومعدلات غير طبيعيه في الاقتصاد، وكان عندك معدل نمو 7.5%. طب ليه حصل لنا مشاكل واضطرابات اقتصاديه وسياسيه؟ هنا طبيعه المشاركه، نوعيه المشاركه، طبيعه القطاع الخاص، قبول القطاع الخاص، دور القطاع الخاص في المسؤوليه المجتمعيه، كل هذا انا لا الوم، بالعكس لدينا قطاع خاص محترم، لدينا قطاع خاص جيد، لدينا قطاع خاص عنده قدره في الزراعه وقدره في الصناعه، لكن ضبط المعادله بشكل يضمن ان يكون كل الأطراف مستفيدة وأولهم الشعب. المؤتمرات والقوانين والتشريعات إذا لم تعود في النهاية بانعكاس مجتمعي إذن ما فايدتها، إذن ما فايدتها. فالنهاردة المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص لابد أن تخضع لآليات جديدة يقبلها القطاع الخاص وتؤيدها الدولة وتحاكم جيدا وتؤيد المجلس الشعب والنواب ومجلس الشيوخ والغرف التشريعية حتى تسير في خطة ثابتة وخطة تضمن الاستقرار التنموي المستدام، مش مجرد ان احنا ندخل القطاع الخاص وبعدين نختلف وبعدين واحد تاني يطلع لك ده باعوه وباعوه برخيص. يعني العالم الان اصبح امام جيل خامس وامام قنوات مفتوحة وامام اعلام مستمر 24 ساعة، فاحنا امام قضايا لابد ان تطرح وتدرس بشكل وبعناية وبتأني ولا يتغول طرف على الاخر. هي وثيقة ملكية، وثيقة ملكية تعني ايه؟ انا ويوسف هنبيع لبعض حاجة، لازم كل طرف يكون عارف ابعاده وحدوده، لان احنا الاثنين مش اصحاب الارض ولا المصنع، ده الشعب صاحب الارض والمصنع. صحيح. هذا الشعب له حقوق. فانا لما بتحدث مع القطاع الخاص واحنا كقطاع خاص كمان لابد ان نهضم ونتفهم جيدا دور الدولة والحكومة التي ترحب دوما في اكثر من دعوة بدخول القطاع الخاص، لكن مش الارض ببلاش ومش المية دوهالي ببلاش ومش عايز ضرائب عقارية تشيلوهالي وضرائب صناعية تشيلوهالي واديني العمالة واديني افتح لي اعتمادات واديني الفلوس. كل الطلبات الكتير دي لازم تحاكم ايضا. صح. بدأت تعمل، يعني احنا مصر دخلت مراحل ومرحلة جديدة في الاقتصاد، الصناديق السيادية، والنهارده كان في جلسة لصندوق مصر السيادي. الصناديق السيادية النهارده هتمارس الاستثمار ودخول الاستثمارات المباشرة ودخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويمكن سيادة الوزيرة النهارده اتكلمت عن 300 طلب من 300 شركة عالمية للدخول في بعض في العديد من المشروعات في مصر، منها مشروعات تحلية المياه، وده حرك كتير جدا في الاقتصاد. لو لم يكن لدينا قواعد ثابتة وأمور راسخة وأشكال واضحة لشكل العلاقة دي ملكية، النهاردة في مفاهيم لازم تتوضح للناس. يعني الناس تقول لك إيه ده بيبيعوا مصنع أبو قير، ده بيبيعوا مصنع مش عارف إيه. الكلام ده أستاذ يوسف أنا في الحقيقة عايز أقف عنده، وأقف عنده كتير. ليه؟ النهاردة كل اللي بيقولوا دول في نفس السوشيال ميديا بيشوفوا نادي كبير جدا في إنجلترا بيتباع، ما حدش طلع في انجلترا قالوا بتبيعوا النادي لواحد جاي من الخليج ولا بتبيعوا مش عارف ايه. اللغه الاستثمار المباشر وحركه الاستثمار المباشر الموجوده في العالم دي الناس بداوا فيها من 20 و25 سنه، لانك بتدخل اداره وتشغيل جديد، بتدخل فكر جديد، بتدخل فكر رقابي جديد. وبعدين لو انت كيوسف او كدوله ناجح في الاسمده في ابو قير وبعته للعالي، طب ما تعمل واحد تاني تبيعه لشقيق، طب ما تعمل واحد تاني تبيعه لكذا. هو عمليا انا ما بعتش، يعني مبعتش. انا دخلت معايا شركه جدد بالظبط، انا بدخل بالظبط هنا ضخيت استثمار جوه المصنع ومش استثمار بس. يعني برضو في نقطة أنا عايز أوجه النظر ليها، نحن في حاجة إلى إدارات حديثة، نحن في حاجة إلى تكنولوجيا إدارة حديثة، نحن في حاجة إلى رقابة على مشروعاتنا وعلى أنفسنا من داخلنا ومن خارجنا. الشراكة العالمية والدولية بتدخلك الملعب الاستثمار الدولي اللي له أبعاد وله قواعد حكم وله إدارات مختلفة، وبالتالي أنت مش محتاج حد برضو باستثماراته بس. ما أنا لو مستثمر دولي بستثمر في 40 دولة أو 50 دولة وعندي مكاتب التدقيق بتاعتي وعندي مكاتب المحاضرة، لو بقى ليا سهمين أو ثلاثة في مجلس الإدارة هجيب لك مدققين وهجيب لك تكنولوجيا وهجيب لك ناس وهرفع مستواك معايا وهاخد بضاعتك. يعني هديك مثال، أحد أكبر شركات العقارية الخارجية بتشتغل عندنا في مصر بتبيع في 45 سوق،
او 46 سوق. لما بيطرح مشروع معين هو عنده زباين في 45 دوله، وبالتالي هو لعيب دولي في التطوير العقاري. واللاعب المحلي ما يقدرش ينافسه ولا يقدر يلعب معاه. بايه؟ بحجم ثقه السوق الدولي فيه. فانت لازم حجم ثقه السوق الدولي في مشروعاتك تزيد. طب هتزيد ازاي؟ من خلال دخول الاستثمارات. لما تخش الاستثمارات مؤمنه، سهوله دخول الاستثمارات وفق ملكيه محدده، وفق طريقه واليه محدده، وفق اجراءات سهله وبسيطه، وفق متابعات ومراجعات جيده، وفق دور رقابي من الدولة التي تملك هذه الأصول لصالح هذا الشعب، كل الناس هتشتغل معاك، هتدخل العالمية بمنتجاتك، لأن أنت في هي السلسلة الاقتصادية أو الاقتصاد هو بازل، هو متركب في الآخر، هي منظومة. يعني لو تلاحظ النهاردة إحنا بنتكلم في 19 جلسة رئيسية في مؤتمر، بتتكلم في 650-700 مشارك، وعندنا أكثر من 100 ألف على الموقع الإلكتروني حاطة آراء ومقترحات، بس في النهاية كل ده بيصب في صورة واحدة. يعني انت النهارده لو دخلت بشراكه استثماريه كبرى هتفتح لك اسواق الشركاء اللي جايين. ما هو اللي دفع اسهم هنا واشترك سهل جدا ياخد منتجاته ويدخلها بلده، لان هو اصلا مستفيد. وبالتالي لما المنتجات تخش بلدك البلد هتصنع حاجه اسمها الشخصيه السوقيه للمنتج المصري. في حاجه اسمها انت فين الماركت، فين التعريف السوق المنتج؟ كان عندك القطن المصري وتعريف السوق العالمي. النهارده انت تريد احياء ذلك. النهارده السماد المصري بيصدر ب 5 مليار دولار، له تعريف سوق في بعض الدول، محتاجين نوسع هذا التعريف السوقي. في منتجات معينه لازم تبقى انت شاطر فيها وعندك فيها ميزه نسبيه وقيمه مضافه. طب هتوسعها ازاي؟ يعني دخول الشريك الاجنبي معاك بيفتح لك فرص ايضا من باب اخر بشكل غير مباشر في اسواق اخرى، لانك مش شغال بمعزل عن لوحدك عن العالم. العالم بدأ يستقبل استثمارات وينوع استثمارات وينوع سلة استثمارات عشان خاطر يفتح فرص، وبالتالي يفتح يقلل البطالة ويفتح فرص عمالة ويندمج مع العالم الآخر. هنا بس اللي احنا عايزين نقوله فكرة الصراع ما بين القطاع الخاص المحلي مع الاستثمار اللي جاي من بره، وده عايز ياخد الاول وده عايز ياخد التاني، ونضغط على الحكومات ونضغط على الناس، دي فكره انا بصراحه شايف انها لازم تحتاج مزيدا من مثل هذه المؤتمرات. كما دعا السيد الرئيس وقال احنا محتاجين مؤتمرات ليه؟ جزء للحوار، جزء للمناقشه، جزء للاقناع والقناعه. النهارده من كل الجلسات ومتابعتك لكل الجلسات، انا كمواطن بعيدا عن ان انا راجل اقتصاد واستثمار وراجل اعمال وقطاع خاص، الا ان انا بتتشكل لي قناعات، بتتكشف لي معلومات، بتتشرح لي امور، وده المطلوب. نحن لدينا فرصة سانحة تماما في هذا التوقيت لإعادة وجود دور مصر في الخطة الاقتصادية العالمية. الخطة الاقتصادية العالمية بتتغير، العالم الآن بيغير سياساته وبغير اقتصادياته وبغير تحالفاته الاقتصادية. انت رايح مع مين وهتشارك في الأسواق ازاي؟ النهاردة السيد الرئيس شال وحمل على عاتقه الملف الأفريقي منذ 8 سنوات. عاد الزعامة المصرية إلى مكانتها الطبيعية في القارة الأفريقية. حمل بصدق ويقين الملف الأفريقي، صح. وتحدث في منبر الأمم المتحدة سبتمبر 2019 ووضع العالم كله أمام مسؤوليته وأمام القارة. فين منتجاتك اللي هتخش للقارة؟ فين سوقك اللي هتخش بيه للقارة؟ فين رجال أعمالك اللي هتخش بيهم للقارة؟ هل هم جاهزون أم يكتفون بالسوق المصري؟ أم يكتفون بهذا العدد والزخم؟ احنا عايزين نطلع نروح نلعب في أرض الغير بشكل جيد حتى نستطيع أن نؤمن الأمن الغذائي المصري عبر القارة الأفريقية، أن نؤمن الطاقة المصرية عبر القارة الأفريقية، أن ندخل الخبرات المصرية في القطاع الهندسي والشبكة الهندسية إلى القارة الأفريقية. دخلنا وموجودين ونسمن دور الدولة، 11 مزرعة أفريقية موجودة، دخلنا بمشاريع سد في تنزانيا، دخلنا بمشاريع طاقة، لكن نحتاج إلى المزيد، نحتاج إلى عدد أكبر من رجال أعمالنا. مثل ما المستثمر الأجنبي بيقبل على بعض المشروعات اللي عندنا، برضه لابد أن يكون لدينا مستثمر وصناديق استثمار قادرة على الدخول في مشروعات أيضا في عمق القارة الأفريقية. هذه الشركات الاستثمارية ستخلق حالة من الاقتصاد الإفريقي اللي احنا في أمس الحاجة له، بعيدا عن اقتصاد التحالفات واقتصاد الدول العظمى اللي أخرنا أكثر من 50 أو 60 سنة.